لا تظن يعقب لا تظن يعقب لا تظن يعقب يعقب ايش يعقب اليوم حاليا في السوق انا والوالده الله يطول عمرها وخال اخوان مركبيني ورا وانا يتيم سوف ادعي عليكم يقول لكم تضحك يا خال ركبوا اختكم حق قدام وانا ورا السلام عليكم ما شاء الله ما شاء الله ترى ما شرينا الا حب بس يدشل غيره ما شرينا السلام عليكم حموس ترى مع السلامه طبيعي جدا جدول مع الوالده واخوها خالي جب جب حبيبي طول قلبي كما تنطي الاحبال حط نصيب القلب لعات مخفيه شايع غدوه بين حاس مع الدار وصرف حياتي بين الامه في قويه وعجل ان طال وقتي وصبري طال تكفوني على الحب جو الدوليه وجبوا لي في لين حتى يشوف الحال عسى يرح معاه ثمنه مبريه ونار لي جنه وشمسه علي ظلال ويلثني بين حدين ايش فيه؟ ايش فيه؟ قلت اخوها يطلب فلوس ياخذ مال بالعون بدفع عشمه الراعيه. كي كيه ويقش حظي كان حي قليل البال وانا طلب الربي عشان اجيها. هي الحيه في حجه المغرب وليله في خيال وانا مستعد احفر القبر بيدي واجيب الكفن من كل لون وطيب اشكال وحط قبر عذره داخل البيت. الله شنو دعا؟ يقول لعل رب جمع يوسف بيعقوب يلمني مع وليفي وقتها النابه اللي من اجله ما غير احسب ذنوبي والقلب كالندب الحنانه يرعاب احتل طيش المشاعر واخلف اسلوبي وجميع ما مرني منه اتها جابها الكلمه الطيبه لقطها صوبي ولا نظر لي بنظره عطب جذابه فرحت فرحت صلاح الدين الايوبي ساعه تولى على المقدس صلى الله عليه وسلم لقت الاراضي والسماوات بطباق تاسع الأوادم طبقة منطبق أوادم إلى المكارم وأخلاق كالحنطة من حرقها لا ورقها الله ما يزين الرجال بين الريجين لا مكارم ولا أخلاق إلا مكارمه وأخلاقه لا والله لا مال يبقى ولا منصب يبقى ما يبقى إلا ذكرك الطيب ومكارمك وأخلاقك بين الناس إيه والله إني أقولها وأنا صادق هذا كلام صحيح يا أبو محمد ودك ان الانسان يتعب على الشيء ذا يبقى لك حي وميت تاسع الاوادم طبقه من طبقه شد لله شد الاوادم من المكان من اخلاق الحمد لله الله يصبحك بالخير يا ابو سعد ابو سعد ودك الاح الاربي شردنا من الاح يا ابو محمد ونبن جدلان ملايا علاها كان في صدره دواغير صناعي يلعب المنكوز ويحب رباعه ممن في الوقت والوقت خداعي ما دريت ضحكة الوقت خداعه شفت مدخلي ولا شفت مطلعي لا بغيت اسج ولا انبسط ساعة دق قلبي من ورا حد بالاضلاعي رفقة الطيب لي يا غالي سلامتها هذا بيت اللي هو يتيم
وكم عود ما يشوى من المال قشيت لاجل ولدي يحب خشمه وراسه. حتى القصيد فيه يتم ها؟ حتى القصيد ها؟ لا حقنا الاثنين يا ابو محمد انا والقصيد الله يرحم شبان وشباك. امين شبان المسلمين الله. حنا انا وياكم من ليله البارح صايبنا ما ادري شو صايبنا يا ابو محمد هو دبور هو ما ادري حتى من اصحاب المحصن ما تعيد الله يهيئ تهيأ تهيأ بإذن الله فقني بالحاجة. لا لا الحين ما تهيأ منها شيء ما على الا الدعاء. يلا عليك الاستجابة سبحان الله يهيئها وتهيأ. أنا أبو جدع ماسك الخطوة ما أدري وين رايح. على الله خلع الله يا أبو محمد هو غير الله أحد ما غيره ولا شو.